من اسكندريه تبع وزاره الاوقاف في اسكندريه، كلنا موقوفين عن العمل من 12/11/2014 لغايه النهارده موقوفين عن العمل، مرتبات واقفه، مفيش اي حاجه. وجينا قبل كده من يوم 14/11/14/4 وقالوا هترجعوا شغلكم تاني ولا كأن اي حاجه حصلت. لغايه النهارده موقفين، بقى لنا 6 شهور موقفين عن العمل، 8 شهور موقفين عن العمل وما خدناش اي مرتبات. لا وكمان معانا دفاتر تامين صحي، في حاجه كمان معانا البطايق مكتوبه عمال بوزاره الاوقاف، معانا دفتر صحي، قرارات نقل من ادارات لادارات، جوابات نقل من مسجد لمسجد، كل حاجه موجوده معانا. احنا عددنا 3000 واحد. يعني ازاي دول اتعينوا وازاي اتفصلوا بناء على ايه اتعينوا؟ انا عايز بقى الناس اللي عينتهم تتحاكم والناس اللي فصلتهم تتحاكم. ازاي دول اتعينوا وازاي دول اتفصلوا من 12 سنه ازاي؟ وبعدين بيدفعوا تامينات وبيدفعوا تامين صحي وبيثبتوا في الدفاتر ان هم ناس موظفه وحاجات زي كده، بناء عن ايه؟ دول اتفصلوا بناء عن ايه؟ اللي جم النهارده بتاع حوالي 2000 واحد، عمال مساجد، عمال مساجد في الاوقاف. قدمنا شكاوى هنا لمجلس الوزراء وقدمنا شكاوى في الوزاره هناك وعملنا فاكسات وفي النقابه وهنا اهوت عملوا لنا محضر ان احنا نرجع شغلنا تاني، والوزير برده ما ردش عليه ولا توافقش عليه ورجعنا تاني. مطالبنا ان احنا نرجع عملنا تاني، نرجع عملنا تاني 8 شهور موقفين عن العمل ومش لاقيين ناكل من 2004. يعني اللي بيجي من اسكندريه ومن كفر الشيخ والبحيره بيجي لغايه هنا بيصرف قد ايه وبيرجع تاني؟ بقى لنا بتاع حوالي 6 مرات نيجي نقف هنا اهو، 6 مرات نيجي نقف قدام الوزاره هنا اهو، مش عارفين نعملوا ايه، مش عارفين نعيشوا ازاي، عيالنا تعيش ازاي.